لغتنا العاميه والفلسطينيه نعطي الخبز لخبازة. لخباز. احنا بهالفقره نحكي عن الخبز، احنا بعد نعطيه لخباز الخبزات. رح ننتقل في بث مباشر لزميلنا مجد نيال المتواجد تحديدا في هاي، يعني في هاي الفقره او الحلقه اللي فيها رح نحكي عن انواع الخبز، عن ايضا يمكن المركبات الصحيه بالزبط. اللي ما بتضر بصحتنا، وهو موجود حاليا في مخبز ام المجد بمدينه الناصري. صباح الخير يا مجد نيال. صباح الخير لك عفاف ولدوريد ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. بالفعل صباح نصراوي صحي بامتياز. خلينا نقول كيف ريحة الخبز عندك يا ماجد؟ حاس حالي بدي اوصيك انا. طبعا ودوريد بالفعل يعني احنا متواجدين بمحل اللي هو مش كثير بعيد عن يعني استديوهات قناه مساواه، طبعا المحل اللي كلنا بنعرفه وكل يوم بنقوم يعني بنشتري من هون بمدخل السوق القديم. نعم فطورنا اليومي ان كان عجي ان كان مناقيش بالضبط. يعني محل مخبز ام المجد ممكن نوصفه بعالم من المخبوزات والعجينه، عالم جميل جدا اللي فيه ممكن تلاقي عده انواع من يعني المأكولات الصباحية، إن كان عجي إن كان أيضا مناقيش في جبنة بزعتر اللبني الشطة، يعني مأكولات شهية جدا. معنا للحديث أكثر عن هذه المأكولات وعن هذه يعني طريقة تحضير هذه العجينة وميزتها، طبعا مين غير أم المجد. بدي أصبح عليك بالخير أم المجد، أطلب منك تيجي. صباح الخير. صباحكم خير. نعم يعني بالبداية احكي لنا أكثر عن، خلينا نسمع منك عن السر، ليش كل الناس بتحب تيجي عند مخبز أم المجد وتأكل من العجينة اللي بتعملها أم المجد؟ السبب إنه إحنا هون بلشنا بالإشي كل إشي طبيعي، يعني راح ميولنا أكثر للخبز الأسود، للخبز الطابون. يعني المنقوش اللي عندنا احنا ليش تميزت؟ لانه احنا بنعملها على طابون، وخبز الطابون هو نسبه الطحين القمح فيه حوالي 80%، هذا احد الاسباب. بس شغله ثانيه، الاشياء اللي احنا بنحطها على العجينه كمان كلها طبيعيه، الجبنه، الزعتر، اللبنه، شطه، حتى فوق العجه. فوتنا شغله كثير، يعني صرنا تقريبا سنتين نشتغل فيها، هو العلت. يعني العلت تقريبا اخذ يعني اقبال غريب، يعني الناس استغربت فيه بس حبته بشكل. بالفعل يعني احنا كمان عم نلاحظ انه غالبيه الخبز اللي موجود هون هو خبز من القمح الكامل وايضا الخبز الاسود، يعني هذا كمان غير انه انت بتحبي تصنعي هذا الخبز، ايضا هون في كمان رساله صحيه. احكي لنا اكثر عن طريقه تحضير هذا الخبز وشو الفكره من وراء. حلو. احنا هون بلشنا في هذا المخبز الطريقة عن جد، يعني درجة، يعني انا اليوم ما تخيلتش انه احنا واصلين لهذا الشيء. ليش؟ في تواصل بيني وبين الزباين اللي عندنا، يعني بيجوا عندي ان كان اطفال الاولاد تبع المدرسة او الشباب او الكبار بالعمر، بحس انه في ثقة بيني وبينهم، وهذا الشيء كثير مهم جدا. يعني بس يطلع علي الزبون بعرف انا ايش هو بده. كمان هذا بيرجع لانك تفهم اللي قبالك. وإيش يعني اليوم الاولاد جيل صغير لما بيجي اولاد المدرسه لما يروحوا عاده كانوا يجوا يقولوا بدنا مرتديلا او النكنكيوت. انا بقولهم انه انا عندي بالمحل ما فيش، لان انا مش معنيه ابيع. في بديل يعني. ليش؟ ببلش معهم، طب بلش انت تشوف اللبن اللي انا بعملها، فما بتشوف ثاني يوم اللي هن جايين هن واصحابهن. بتعرف انا شو بحس؟ اني انا مبسوطه. لما الانسان بده يشتغل مش كل شيء الماده. يعني انت كمان بهمك انه صحه مجتمعنا وانه ياكل اكل كمان صحي وطيب، يعني مش شرط. انا كل اولادي اللي بفوت عندنا انا الصبح قاعد احط لهم زواده، كيف انا تعودت احط لاولادي بتعامل مع الاطفال والشباب، يعني مع هيك بهي الطريقه. بالفعل هذا الشعور اللي بنشعر فيه لما نيجي احنا كمان لعندك ونشتري من عندك وتبلشي تقسمين للخيار والبندوره والزيتون والهي. واقفه بالمطبخ عندي، كيف انا كنت احط لاولادي الزواده؟ على فكره انا يعني بدي ادخل شغلي، يعني طلع اليوم انا حد ابني اللي من صف الحضانه لصف 12 وانا احط له زواده، مش لانه انا بقدرش اعطيه مصروف، لانه هو كان يحب انه ياخذ زواده معه. وفي عندي بنت ما كانت تشتغل غير تاخذ منكوشه زعتر. يعني انا كيف بحس بعيلتي
بحس مع الزباين الكرام. وهذا الشيء كمان مفهوم ضمنا. بدي تحكي لي ام المجد اكثر عن الناس ونمط حياتها ونسبه الوعي، يعني اليوم يمكن عم نشوف انه عند الناس اكثر في وعي للخبز الاسود، للخبز من القمح الكامل، احكي لي هيك عن لما الناس تيجي تطلب منك ان كان خبز او مناقيش، يعني شو الشيء اللي بتحكي لك اياه، شو ردود الافعال؟ طلع الناس بتنقسم لقسمين، في ناس يعني اليوم صارت الناس تدور على صحتها، لانه اذا بتطلع يعني اغلب مشاكل الناس اليوم هي الاكل الغير صحي. يعني لو احنا بنعرف، انا حكيت مره انه الخبز الاسود الناس تعودت انه هو بس للمريضين او لحاله خاصه او للي بيعملوا دايتا، مع انه اليوم قد ما صار في يعني محاضرات وحكي عن الخبز القمح، صارت يعني تيجي ام بعدها صغيره هيك بالعمر واولادها صغار، بلشت هي وجوزها وكل عيلتها بوكلوا خبز اسود، هون ببلش الصح. يعني مش كيف كنا متعودين انه الخبز الاسود يعني لحالات خاصه، لا. وانا بصراحه بشغل بضمير، هذا إشي جدا مهم، مع انه انا يعني الصبح عشان نعمل الخبز الاسود اللي بنبيعه باخذ وقت اكثر ومجهود اكثر وخمريم اكثر، يعني بدك مواد اكثر. احنا كمان شايفين العجة وشايفين كمان اللبني وشايفين يعني في يعني عدة امور وانواع متعددة من المناقيش، يعني بزعتر، بجبنة صفراء، احكي لنا عن الانواع اللي خلى مثلا ايش اللي انا يعني انا لما في قبالي زباين وناس، شو اللي خلاني افوت الاشياء الطبيعية هاي على المخبز؟ لما انا بديش ابيع مرتديلا، بديش ابيع نكنكيوت وهي الاشياء، فانجبرت اعمل بديل، يعني لفت اللبني انا، حتى لدرجه ان انا اللبنه بحطها على الخبز ما بفوتهاش على الفرن، يعني بيجوا ناس يقولوا لي فوتيها على الفرن، بقول لهم اللبنه مستحيل تفوت على الفرن. انا مقتنعه بارائي، يعني حلو الإشي كمان انك انت يعني مش بس يعني بتروحي حسب شو بده الزبون، كمان بتحاولي تقنعيه في رايك والقران، بفهم انه هذا الإشي مزبوط، لانه على فكره في كثير افكار غلط عند الناس بالاكل، وهون المشكله، هي مشكله كبيره. وهذا كمان يعني مش مفهوم ضمنا انك انت عم بتقومي بهذا العمل وعم تحاولي تقنعي بالفعل الزبون انه ياخذ المنتج الصح والصحي والاكل الصحي، مش الاكل اللي هو بيجي السريع بالضبط. انا اكس مرتديلا ولخمانيات وشغلات، انا عشان اعمل لفت اللبنه او العجة او العلت او شيء كثير بتاخذ مني وقت، وهي بالنسبه للماده يعني نفس سعر هذا، بس لان انا معنيه لما انت بتاخذ شيء ترجع وانت مبسوط 100%. واحنا كثير مبسوطين، بدي اشكرك كثير ام المجد على هاي المداخله وعلى هذه المعلومات، وبدي اقول لك يعني مبارك جهودك، وعن جد يعني مش مفهوم ضمن كل اللي بتقومي فيه. كل انسان بيشتغل الشغله اللي بيشتغلها يحبها ويحس فيها فلازم ينجح فيها، فلما بتحب الشغله بيشتغلها من قلبه. شكرا لك ام المجد كثير على المداخله، نهارك سعيد وصباحك غير. نعم يعني دوريد وعفاف، يعني تقدروش تتخيلوا هون ريحة العجة، يعني إشي بسط السطل، يعني خلينا متخيلين مجد يعني ودنيا الصبح وإحنا جوعانين، يعني فأكيد أنت بقدر أطلب منك رح نفطر فطور مرتب اليوم، ما أنا بعرف ورح نركن وصيني عليك، وصينا إحنا عم نوصيك عليها. واسمع أم عفاف بعتت لها برسالة بدها 20 رغيف خبز أسود مع إسحة وحليب وبيض فيه، نصور يعني بتجيب العشرين وانت تعال خلينا نفطر سوا وسلمنا على ام المجد بليز، وحياتك مجد وصي على الهوا لو سمحت. اكيد وصيها، عم استنى ادرس بوصيها ام المجد. شفتي ام عفاف بتوصيك على 20 رغيف ما احسن، شفتي العيون ولا يهمك، تسلم عيونك يا ام المجد. شكرا لك زميلنا مجد دنيال الرائع في هذا الصباح، كنت من مخبز ام المجد، وهي فتحت نفس، بس الحلو انه فتحت نفس صحيه طبعا، صحيه شفنا خبز من القمح الاسود مع القصحة. ايش طلعت ريقك وانت تحكي صح؟ لا بس هي من الضحك، من الضحك مش للجوع، متاكده والله انا جوعان، ليش لا. انواع الخبز، فروقات والمركبات والابعاد الصحيه. لا ايش، لا كان في كمان ضيف لازم يجي معنا بس تعذر على الوصول. لا مش رح يجي بالاخر، ممكن متاخر. طيب ممكن متاخر اكثر. بدنا نحكي عن حميه لورن مع سماح وعن السمنه.
بكل تأكيد. مع سماح كمان. سماح هايك أخصائية التغذية، صباح الخير لك. صباح الفل. أهلا فيكي. طيب ممكن ينضم لنا عمر، ممكن يكون متأخر، يمكن يتأجل للمرة القادمة. السمنة عن جد مرض أصبحت ولا لا بداية؟ في أوائل القرن العشرين بلشوا يعلنوا عن السمنة كمرض. أوكي. يعني أهم معطى نعرفه أنه ثلث العالم بيعاني من السمنة، وثلثين العالم بيعاني من سوء التغذية. كل دول العالم الثالث عملياً ثلثين الناس جوعانين بالعالم، يعني لو أنه الثلث اللي بوكل كتير وزعنا الأكل على باقي الثلثين فكان كان يمكن مع الناس. هاي كمان صراحة سوء التغذية بالمعنى تبع إيش بناكل غلط أكيد مرتبط بالسمنة. طبعاً حسب، بدي أعطيك شوية معطيات. معطيات بالعالم بتقول حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 1.5 مليار شخص بالعالم بيعاني من السمنة، اعتباراً من السمنة الخفيفة وحتى السمنة المفرطة. بأمريكا 65% من الناس عندهم سمنة، وسوء التغذية بأمريكا يقدر ب 30 مليار دولار. يعني مجمل ما الناس بتصرف عشان تنزل بالوزن 30 مليار دولار. في البلاد الوضع شوي أحسن من أمريكا، حوالي أكثر شوي من 50% من الناس بيعانوا من سمنة. الرجال طبعاً أكثر من النساء، يعني نسبة 65% من الرجال تقريباً عندهم فكرة سمنة. فكرة توقعت عكسي، أنه إحنا اللي بنتذمر أكثر من السمنة. الرجال عندهم أكثر، بس نسبة النساء اللي بيعملوا دايت هي أكثر من نسبة الرجال. يعني أو أنه الرجال متقبلين حالهم أكثر. كمان سوء الرجيم بالبلاد يقدر ب 300 مليون شيكل. بالمجتمع العربي الوضع أسوأ من المجتمع اليهودي. حسب تقرير معهد ركاز تابع لجمعية الجليل 60% تقريبا من المجتمع العربي بيعاني من السمنة. 45% من النساء. بس وضع النساء سيء جدا. بالفئة العمرية، هيك مثال صغير، بالفئة العمرية بين 45 ل 54 من هاي الفئة العمرية 61% من النساء عندهن سمنة مفرطة. فوق جيل 65 تقريبا 99% من النساء عندهن سمنة. بالمقابل كمان معطى صغير، ثلث السكان العرب بس بيقوموا في عملية بفعاليات رياضية من الخفيفة للرياضة، وهو نسبة قليلة جدا. طبعا قليلة جدا. النشاط الرياضي كتير مهم للصحة. طب سماح، يعني حكينا عن هاي الإحصائيات عالميا وأيضا محليا بمجتمعنا، إذا بدي أحكي على أسباب السمنة، يعني بلشتي تذكري وحكيتي أنه عدم قيامنا بالنشاط الرياضي وهذا أكيد واحد من الأسباب، بس إذا ندخل أكثر على موضوع التغذية، شو إحنا بناكل، شو منوكلش ولازم ناكله؟ يعني السبب الأساسي ليش الناس بتنصح، لأنها بتدخل على جسمها أكثر من ما بتصرف. هذا السبب الأساسي. نظام حياتنا كلياته غلط. نسبة الناس اللي شغلهن عبارة عن جلوس كل النهار نسبة عالية جدا. لمين بتلمحي انت؟ لا لا لا، اكيد انتو بين فكرة وفكرة تعمل شوية رياضة، انا متأكد. اكيد طبعا، اكيد احنا اللي بنعمل رياضة. انتقلنا من الـ من الـ من القرية ومن الفلاحة. أيوة. للجلوس اغلب والحواسيب الوقت. والحواسيب والسواقة، واللي بلاقيش محل يصف سيارته بروحش على هذاك المحل. أيوة. بلاقي محل عشان ما يمشيش غير 3 أمتار. كل نظام حياتنا غلط. واحنا بجيناتنا، اذا احنا بنطلع على الانسانيه قديش صار لها، حسب جينات الانسان يمكن اخر كم من 100 سنه الانسان فاتت الصناعه. لحد قبل كم من 100 سنه كانت الناس كل شيء بدها تسويه مجهود، لا كان في سيارات ولا كان في قطارات ولا كان في حتى. بما انك ذكرت النساء، سماع على مستوى ربات البيوت قديش كان الغسيل، لا اذا مش يزعلوا مني احنا مع انه نريحكم، ولكن كله كان الغسيل على يعني كل شيء فيه سعرات حرارية بتنحرق. بالضبط. وبالمقابل عدد المغريات الموجودة اليوم بالسوق، بتفتح التلفزيون بتشوف خبزات أمي. أيوة. كل الإعلام وكل التلفزيونات وكل بكل محل منروح عليه دائما في إعلانات للأكل، ودائما بغرونا ناكل أكتر ونروح على مطاعم أكتر. وبأمريكا على فكرة نسبة السمنة عالية جدا، لأنه كمان الأكل عندهم أرخص من عنا، وكل الفاست فود والأكل المضر هذا.
رخيص كتير ومتناول الإيد، عشان هيك كمان بوكلو منه كتير. طب صح حضرت، صح نجيب لك مي؟ مطفي ميكروفوني خصوصي أنا. مطفي ميكروفونك، مي لو سمحت يا مؤنس. سلامتك. نحكوا على الأكل. طيب يلا. طب بما إنه عم نحكي على الأكل، إسا كمان بدنا نسأل سماح على كل فكرة عدم الرضا عن الوزن، إن كان رجال أو نساء، بس المعتل شوي مثير للفضول دائما النساء، حتى دوريد اللي بيلبسوا إكسترا سمول، هدول أنا عندي عقدة نفسية منهم، لازم أضعف 3 كيلو عندي بطن وهني فش عندهم إشي، بس بكل أحوال في عدم رضا، فبالتالي هاد الإشي بيقودن إنه بدنا نتائج سريعة، نتائج سريعة يعني حمية غلط. قديش هاد الإشي خطير عشان نوصل لموضوع حمية الرضا؟ بدنا نعرف شو يعني حمية غلط كمان بالإضافة للي حكيته أكيد. صحيح. يعني أول إشي واحد من مشاكل ليش النساء عندن هذا الشعور، كل مواضيع الاستهلاكية والرأسمالية وحاجة الناس إنه تبيع أكتر، كونوا موديل اسمه موديل الجمال اللي هو منوط به إنه الإنسان يكون ضعيف، يعني الضعيف صار يساوي الجميل، الضعيفة هي الحلوة هي الضعيفة، ومقاييس جدا صعبة، مقاييس يعني جدا صعبة، والمودلز كتير أثروا بالتلفزيون، أنت بتشوفيش غير الحلوات، وغير الحلوات حسب مقاييس الجمال، مذيعات دائما ضعاف، ممثلات ضعاف، كتير صعب تلاقي بطلة فيلم ناصحة صحيح مع زيادة وزن، وكأنها ما بتجاوب على هاي المعايير أو المقاييس اللي حكينا عنها. فتزودت بعقلنا إنه عشان أكون حلوة لازم أكون ضعيفة، عشان أكون مقبولة اجتماعيا لازم أكون ضعيفة. إسا السمنة إذا إحنا طلعنا من إطار إنه الإشي النفسي وحاجتنا النفسية إنه نكون ضعاف، في حاجة صحية، لأنه السمنة إلها علاقة بسلسلة طويلة من الأمراض مثل السكري، ضغط الدم، الكوليسترول العالي، أمراض القلب، وجزء كبير من أمراض السرطان لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتغذية اللي مش صحيحة. فهي شغلات كتير مهمة. طول ما هو غير مؤثر، السمنة غير مؤثرة على الصحة، تمام ما في مشكلة. بس تكون برقابة عالية، حتى لو إنه إحنا إسا مش يعني عنا سمنة بس إحنا مش مرضى، الإمكانية إنه نكون مرضى لقدام مع استمرار السمنة هي عالية. عشان هيك بس نطلع من موضوع الصحة وعملية تقبلنا لجسمنا هو إشي كتير مهم في حياة الإنسان، واللي الناس بتنتبهلوش. وإسا بنحكي أكتر عنه في موضوع، ولكن الإشي المهم اللي ذكرتيه سماح، وهي نقطة كتير مهمة، إنه السمنة هي منبأ يعني لا سمح الله لأمراض مستقبلية وأمراض مزمنة اللي إحنا بنحكي عنها، ومع الأسف فش فيها رجعة، يعني اللي بصير مصاب بالسكري فش إمكانية للشفاء غير إنه يصير يوازن نسبة السكري بالدم. صحيح. نتعرف على هالحمية، حمية البركة استفدنا قبل شوي. قبل ما أحكي على الحمية بس بدي أحكي 5 قواعد اللي أنا من تجربتي كمرافقة لعدد كبير من الناس اللي بدهن يضعفوا، في 5 قواعد قبل ما نبلش نعمل رجيم لازم. أول إشي ناخذ قرار، عملية أخذ القرار هي عملية مصيرية، وأخذ القرار مش بس أحط بعقلي والله أنا بكرة بدي أبلش رجيم، بدي أجيب ورقة وقلم وأكتب أنا عفاف بكرة مش مهم بأي تاريخ بدي أنزل 10 كيلو من وزني بفترة شهرين، واكتب اسمه او امضي عليها واعلقها. تعهد. واذا بيكون التعهد علني اكثر بيكون انجح. أيوة اكثر، بصير فيه احراج انه طب مرق الشهرين شو عملت يعني. وكل إشي بيصير علني هو اللي بضاين فتره طويله، زي اللي بتجوزوا مش بتجوزوا قدام الناس عشان يعني يضطروا اشهار. بالضبط. هذا القاعدة. والقاعدة الثانية البحث عن محيط داعم، إذا إحنا فيش حوالينا عيلة تدعمنا، أصدقائنا يدعمونا، بالشغل يدعمونا، بصيرش أنا عفاف عم بعمل رجيم ودريد كل نهار يوكل قدامي، لازم يتفهم. العيلة لازم تتفهم ولازم يدعمونا نفسيا وبأنواع الأكل، وكل الدار يغيروا نظام الأكل، فالمحيط الداعم هو ركيزة كتير مهمة. الشغلة الثالثة إنه نكون مستعدين، اما انا بدي اعمل رجيم بدي اكون حاضره، بدي يكون عندي كل المواد اللي انا بدي استعملها عشان اكلها، مش انا بقرر بكره بدي اعمل وانا فيش عندي خضار وفواكه بالبيت. مزبوط. او فيش عندي ميزان اطلع عليه والخزانه ملانه حلو ونقريش وهي الشغلات. واحده من الشغلات الواحد يتخلص من كل المغريات اللي ممكن تغريه انه يفرط رجيمه. فنكون مستعدين. الشغله الرابعه بنبلش بطاقات ايجابيه، ببلش انا بوقف قدام المرايه، انا بحب حالي، انا بحب جسمي،
وبدي أضعف وأصير أحب حالي أكثر. أما اللي بده يبلش من منطلق أنا بكره جسمي عشان هيك بدي أضعف، ولا يمكن يضعف. الجسم بيمسك بالدهن وأكثر من اللزوم وبعدش يقدر. فمنبلش طاقات إيجابية. والشغلة الأخيرة نتوجه لخبير. اليوم عن طريق الإنترنت تقدر ننزل آلاف من 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 انواع الحميات، بس اذا 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 الواحد بيكون لحاله وفيش خبير يساعده كثير صعب انه ينجح. صح صح صح. هاي كانت الخمس نقاط. نسمع منك كمان عن حميه لورين، ومعنا دقيقه ونص نسمع عن هذه الحميه. حميه لورين هي حميه اللي يعني صاحبتها هي انسانه اسمها لورين، تعلمت بجامعه اوكسفورد. الحمية مكونة من ثلاث مركبات: بناء نظام غذائي صحي متوازن، استعمال أعشاب طبيعية اللي هي عن طريق نقاط وحبوب اللي بتقلل نسبة الجوع، بتحرق دهون، بتنظف الجسم وتعطي فيتامينات ومعادن. والشغلة الثالثة واللي هي كتير مهمة اللي هي مرافقة يومية من أخصائية تغذية، وأنا بشتغل بهاي الشركة بهذا الدور كمرافقة يومية لمدة 4 أشهر يومياً. في علاقة بين اللي بيعمل الدايت مع المرافقة لتتبع حالته، وهاي الشغلة اللي بتخلي الإنسان يقدر يوصل للهدف تبعه في وقت نسبيا منيح. هاي الحمية بتضمن نزول بما يقارب 300 جرام يوميا من الوزن، وفي لها نتائج عن جد سريعة وعن جد. الحرمان عالي ولا معتدل؟ أيوة هذا السؤال المهم. الإنسان بوكل 5 وجبات بالنهار، 3 أساسيات 2 وجبات خفيفة. الجوع هو واحد من الشغلات اللي ممنوع تكون، الجوع هو واحد من الشغلات اللي بتخلي الإنسان يبطل يعني ما يقدرش يضاين بالحمية. صحيح. فواحد من أساسيات كل برنامج ناجح هو الإنسان إنه ما يجوعش، بس بدك تعرفي كيف تأكل وإيش تأكل وبأي كميات عشان تقدر تحافظ. قضية أنا وعفاف كمان بنحكي هيك مواضيع، قضية الانتظام في ساعات معينة هل إلها إلها موقع مهم جدا؟ يعني أنا متعود كل يوم أكل على الساعة وجبة الغداء 12 ظهرا، لازم أضلني مستمر على هذا الأمر؟ بس لازم كمان إحنا نحافظ على فطور بساعة معينة، غدا بساعة معينة، وعشاء بساعة. يعني منفعش نضل نبدل بالأوقات منتظم. مش يوم نفطر على 8 ويوم نفطر على 10. نفطر على 8 وجبة خفيفة على 10 مثلا، أو على 11، على 12:30 واحدة غدا، على 5 كمان وجبة خفيفة، على 7 عشاء. هيك احنا بنضل كل الوقت في يعني اكل مش جوعانين، وبنعود جسمنا على نظام وأخيرا صحيح. اخيرا واخرا بتحكي وجبه العشاء 7-8، واللي بسهر للوحده وتنتين ما بعد نص الليل وكتار منه هيك شو بيقدر يساوي؟ بحس بالجوع هيك انا. النوم وساعات النوم هي كمان مركب تقدرش تفصله في عمليه الدايت. بدك تنام، مجبور تنام. بدك مجبور تنام، وهقل من 7 ل 8 ساعات اجباري. على فكره عدد يعني واحده من اسباب السمنه عند الناس هي عدم النوم طبعاً. ساعات ما السهر كمان بجوع بخليك تاكل اشياء غلط. وإسا احنا بفصل الخريف والشتاء طبعا اسا بزبط السهر النوم شهرين كستنا انت فاهم. سمح سؤال اخير، اللي حابب انه يتبع الحميه بيقدر يلاقيها بالانترنت ويتكل انها مهنيه مجانيه؟ بقدر عن طريق صفحتي، بقدر عن طريق صفحه الشركه. ومن بين انواع الدايت اللي كثير موجوده بالسوق، انا بقول لكم انه بالفعل الإشي كثير ناجح وكثير متوازن وكثير صحي. سماح حايك شكرا لك يا ميت، اهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا سماح، وما احلى الحديث عن نهج حياه صحي وسليم ونظام وهي الامور، وبالذات لما الاخصائي المهني اللي موجود معنا بيقول لنا انه الإشي مش مستحيل، نقدر نطبقه ونقدر ناخذ نتائج جميله.